بسم الله الرحمن الرحيم. في الأيام الماضية كان هناك بينك وبين الإدارة سوء تفاهم حول العقد، هل هذا المشكل انحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجة الأولى نهني مولودية نيوز على العمل الجبار هذا اللي راهم يقوموا به، صراحة هذه بدون مجاملة ولا مبالغة، راهم يقوموا بعمل جبار، انتو راهم واقفين سوتو مع الفريق، نشكرهم بزاف بصفتي كقائد فريق. دونك بروبليم نعاود نرجعو البروبليم تاعي مع الإدارة، ما كانش كان سوء تفاهم مع الإدارة، ماشي كان ان بو بروبليم كيما شفت في بعض الوسائل الإعلام وين تحدثوا على حشود يساوم في المولودية. أنا جامي نساوم في المولودية، كون عيني كون ساومت المولودية كون ساومتها في كي دينا لاكوب دالجيري، وين تما كنت بوزيسيون فورس الله أعلم، مي جامي نساوم المولودية، فريق اللي تربيت فيه دونك من الصغر ونحبو ملي كنت صغير، دونك جامي نساومو، جامي كيما نقولك مازالت ليا ويزيد نبروفي لي سبورتابل لي هذا الفريق عزيز عليا بزاف، وسورتو العام اللي فات وقفت مع الفريق باش مسقطش، انا والزملاء تاعي قمنا بعمل جبار باش ما سلكنا المولودية من السقوط، وانا على بالي بلي لعبنا السقوط جامي، دونك ايكيب تلعب على السقوط باش تكون تجوار ودوموندي واش دوموندي، صح كون لعبنا على لي تيتر ولا دينا دوبلي ولا بالك نهار نقولوا صح هادو لي جواب يستاهلوا يزيدوا في الصالير ولا، دونك حنا لعبنا على السقوط دونك نورمالمون يزيدوا ينقصونا ماشي يزيدونا، فهمت؟ واش نقول لك، الحمد لله نحل المشكل بدون اداره باش الناس تكون على بالها، بدون اداره، لان يعني تلاقيت مع السيكوريتي تاع عبد النور وين كان ثقتي كبيره سوتو في هذا السيكوريتي، ما ثقتي كبيره في الاداره، دونك نحل المشكل بدون اداره ونطلب من هذو اصحاب الفتن باش يتركوا المولوديه، باسكو شفنا بزاف لي بروبليم في المولودية، شاك فوا يهضرو في الفيد، فهمت؟ شاك فوا يهضرو على لي بروبليم، دونك ما كان حتى بروبليم في فريق مولودية العاصمة ولا بين الجوار والإدارة، ما بين لي جوار ولا، الحمد لله هذا العام أنا نشوف بلي ما كان حتى بروبليم، لي جوار راهم يحضرو كيما نقولك 100% سيرتو في هذا الستاج. دونك الاداره ثاني كي قلت لك الاداره، دونك الستاف تكنيك كان يحضر ثاني حضر او يقوم بعمل جبار، دونك واش بقى علينا حنايا دونك العمل باش نفرحوا البوبليك تاعنا اللي ما يستاهلش وسرع العمل اللي فات، فريق بحجم مولودية العاصمة يلعب على السقوط شي عيب، والله العظيم عيب، حنا كجوار انا واش نهضر لك عيب واش وصلنا العام اللي فات، دونك لازم لي جوار هادو سورتو اللي جاو جداد هادو لازم يكونوا كونسيون باللي الفريق تاع مولودية العاصمة ماشي فريق اللي يلعب على السقوط، دونك فريق اللي يلعب على الالقاب، ان شاء الله سورتو في هذا الستاج يسيو كيفاش نكريو ان جروب، دونك بلا جروب ما نقدروا نديروا والو في البطوله ولا في اي حاجه، دونك لازم نكريو ان جروب، والجروب كيفاش يكون الجروب؟ جروب يكون ما بين إدارة، ما بين الستاف تكنيك، ستاف ميديكال، لي جوار، لي سبورتير لي لونطوراج تاع ليكيب، سواء لي سبورتير ولا كيما نقولك الإعلاميين، لازم كاع كينيا نوقفوا مع هذا الفريق باش إن شاء الله نأديو موسم استثنائي ونسيو الجمهور تاعنا وسرنا العام اللي فات. ان شاء الله. جمهور المولودية يسأل، من سيكون قائد العميد للموسم القادم؟ دونك شرف ليا باش انا نكون قائد في المولودية، باش تكون قائد في المولودية كيما نقول لك هذا شرف ليا، شرف وشرف للعائلة تاعي ثاني باش نكون قائد للفريق، دونك تحدثوا ليا بزاف لي جواب وين قالوا لي لازم انتيا تكون كابيتان، دونك انا كلاعب في المولودية نحترم بزاف الزميل تاعي شاوشي اللي بالمناسبة نتمنى ان شاء الله العودة للمستوى تاعو، ان شاء الله العودة للمنتخب الوطني نحترمو كاليفينا للمونديال، دار بارتي تاع اندرمان اللي جامي تنسى في اذهان تاع الجزائر، دونك نحترمو و دونك الى ما شدهاش هو، دونك انا كيما نقول لك راني بريباري روحي ان شاء الله
باش نحكمها ان شاء الله وترجع الايام كما كانت ان شاء الله. واش نقول لك، مشكور بزاف الحاجه الاولى اللي مشكور بزاف البليك تاعنا اللي تقاس بزاف العام اللي فات، ونهضر كلمة حق بلي الكراسة لو بيبليك تاعنا بلي المولودية سلكت من الطيحة، كون ماشي البيبليك تاعنا كون رانا طحنا بالك في 20 جوني ولا كون رانا طحنا. دونك الحمد لله لي سبورتي تاعنا وقفوا بزاف مع الفريق تاعهم ساندونا، وان شاء الله وسرنا لنا العام اللي فات جامي يزيد يتعاود. لازم برومي ماتش تاعنا، برومي ماتش جامي نزيدو نعطيهم ان ماتش في داخل الديار. نطلب بزاف من الانصار تاعنا باش يوقفوا معنا، دونك حنا بلا انصار تاعنا ما نقدروا نديروا والو. هذه كلمه حق راني نقولها، بلا الانصار تاعنا ما نقدروا نديروا والو، والله العظيم ويخطيونا الانصار تاعنا. يا نقول لك حاجه، لو ماشي نبغى لا طيحه نطيحوا في الستيوم جورني رانا طحنا. دونك نطلب من الانصار تاعنا يقفوا، وان شاء الله يا خويا بصفتي قلت لك لحد الان ما كان حتى بروبليم. الستاج كيما نقول لك اليوم لا فان تاعو الحمد لله ما صار حتى مشكل فيه، بالك لو بروميير ستاج اللي شفتو في حياتي انايا. دونك لعبت في البورج، لعبت في سطيف، لعبت في المولودية كي كنت جان، لعبت في المولودية جامي ستاج فات كيما نقول لك بلا لي بروبليم. الحمد لله البرومي ستاج في حياتي اللي فات بدون مشكل، سواء ما اللاعبين ما بيناتهم ولا اللاعب ما بين الإدارة ولا. الحمد لله ان شاء الله يا خويا. بون واش شفت في لي جوار جدد؟ كاين دي جوار اللي عندهم دي كاليتي بزاف كيما مكزوكي الله يبارك خويا، اللي بصراحه خلعني بالمردود تاعو اللي هو يقدم فيه في التدريبات. الحمد لله جوار اللي نستناو منه كثير، ان شاء الله يا خويا يكون عند حسن ظن الجميع يا خويا، ويؤدي موسم استثنائي ان شاء الله، ويكون لما لا يكون هدف في البطوله كيما كان هدف في القسم الثاني. ان شاء الله نتمنى له يكون هدف في الدرجه الاولى. حتى بوهنا كيما نقول لك عنده امكانيات كبيره، مقداد غني على التعريف من حرز على البطوله الوطنيه مع مولوديه العاصمه، الحمد لله عنده دي كاليتي بزاف. قاسم المولوديه كاع يعرفوا، شعب المولوديه كاع يعرفوه، اللي بالك ان شاء الله يزيد يعاوننا مع واش كاين. كاين ان شاء الله هذا صلاح الدين، كاين جوج جدد، كاين صلاح الدين ان شاء الله. نزيد ان شاء الله نتمنى العودية ان شاء الله دعم الفريق بيان ان شاء الله، واللي فيها الخير ربي يجمع. احنا نتمنى كل الخير للفريق تاعنا العزيز، واللي فيها الخير يجيبها. نطلب من الانصار تاعنا باللي ما يديروش على هاد التاويلات اللي هما يديروا فيهم بعض ماشي الانصار ولا بعض هذو اللي ما يحبوش الفريق، صح هما يديروا التاويلات هذه. كلكو جوار دوموندا سالير، حنا ما دوموندينا والو. الحمد لله رانا في شهر رمضان، اقسم بالله العظيم وانا في شهر رمضان جامي دومونديت لحد الان، اقسم بالله ما دومونديت حتى صالير ولا زيدوني في الصالير، ولا تحدثت مع كيما نقول لك اي مسير على بخصوص هذا الموضوع. الحمد لله كان سوء تفاهم صغير على جال الكونترا تاعي. دونك الكونترا تاعي كي داروا المشكل هذاك تاع تسقيف الاجور، تسقيف الاجور دوك الكونترا كانت بزين، دونك يرفيزو هذيك تاع تسقيط الاوردر، دونك الكونترا ولات نورمال. كيما سينيت معاها بروميير جور نهار سينيت مع عمر غريب، حبيت انا الكونترا تاعي تكون فالاب نورمال، ترجع كيما كانت. هذا ما كان بدون مشكل ولا اي زياده، ولا بروف المشكل نحل بدون اداره، راني نحضر بدون اداره نحل مع السكريتير عبد الله، وان كان مشكل ولا ربما كان ينحل مع الاداره ولا هذا البروبليم نحل بدون إدارة مع السكريتير اللي ثقتي فيه كبيرة. دونك كلمة أخيرة نقولها نوجهها للبيبليك، نقول لهم باللي البيبليك تاعنا وقفوا مع هذا الفريق، فهمت؟ وقفوا مع الفريق هذا، بلا بيكم قلت لكم ونعاودكم نديروا والو، فهمت؟ إن شاء الله ما يكونش ذاك الضغط، ديروا فينا ثقة. وعندنا كيما نقول لك فرقه اللي تلعب بانو واللي عندها كلمتها ان شاء الله في هذه البطوله، ولكن هذه الفرقه تحتاج الانصار تاعها يديروا فينا ثقه. ان شاء الله حنايا نفضحوهم في ارضيه الميدان، ونقول للجمهور الشعب المولوديه والشعب الجزائري خاصه باللي صحه عيدكم
ما شاء الله ما شاء الله تعيدوا بالصحة والحنان، وإن شاء الله ربي يتقبل منا هذا رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. وش نقول لك، صحة عليكم، وربي إن شاء الله يعطينا الهنا، يعطينا كما نقول لك يعطينا رضا الوالدين ورضا الله سبحانه وتعالى. أخويا وشكرا وفيف مولودية. إن شاء الله صفحة الأنصار مولودية نيوز، نتمنى لك إن شاء الله عيد مبارك، أنت والجزائريين كاع عامة بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا خويا مولودية نيوز، خويا حاجة كبيرة مولودية نيوز. صح.